جزاك الله خير. وياك اجا دور غيرك هلا. الله يبارك فيك على العلم النافع ان شاء الله. الله يحفظك. الله يخليك. صحيح انا يعني احب اوجه كلمة انكر الاسماء كلها من انكر الاسماء كسلفيين. خطأ. خليني اكمل. ما في فائدة من التكميل لكن هل ما بيجي معك تمام. هل الاجدر بنا ان نقول بدلا من السلفيين ان نقول المحمديين نسبة الى محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من السلف والخلف. طيب خلصت؟ خلص. طيب لماذا تنكر ان ننتسب الى السلف وان نقول نحن سلفيون؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء. جزاك الله خير. أكرمك الله. ولا نتأسى بأي شخص آخر إلا بالرسول لما جاء عن ربه. أي. فنحن أسوتنا الرسول وليس. هذا حجة لك ولا عليك؟ حجة علي الرسول. بس هي رمي من غير رب. رمي من غير رب. أنا بقول لك هذا الكلام حجة لك ولا عليك؟ انتبه. لا تسرع. حجة لك ولا عليك؟ أنا لا أعلم حجة لي ولا علي لا أعلم وإنما. طيب أنا غلطان. بغير السؤال، أنت هذا الذي تقدمه تحتج لما تدعيه أم تحتج على ما تدعيه؟ أنا أحتج على الأسماء. أنا أحتج على أسماء كسلفيين وأخوان مسلمين وتحريريين وكوفيين عن مسميات كلها. طيب. لأنه هذا يزيد من تفرقة المسلمين ويزيد من بغضهم لبعضهم البعض ويزيد من تنافرهم لبعضهم البعض. الله يسامحك. قول أمين. آمين يا رب. وإذا قلت محمديين برضو هذا الحكي غلط. يعني أنا بقول الأجدر بنا. بس هذا الحكي أنت حكيته. هذا الحكي أنت حكيته. لا الله يبارك فيك. شو الله يبارك فيك. الأولى والله أعطي بالك أنا صعب واحد يحيرني أو يضيعني لكن أنت راح تضيعني شيخ. أفغان يا شيخ. يا شيخ كرم طيب الشيخ. أنا سمعت منك خليك انت مرتاح الا شوي. انا فهمت من كلامك الاول استنكارك لكوننا سلفيين لكن لنقول محمديين. مو هيك كان كلامك الاول؟ نعم. كلمة وطاء. نعم. لا. واخيرا نفيته؟ لا انا لم انفيه. انا اقول الاولى بدلا من ان نقول سلفيين ان نقول محمديين لقول الله ولكم في رسول الله اسوة حسنة. الله يهديك. آمين. أنت عم تعيد الآن احتجاج وهذا سمعناه. بس أنا بدي استوضح أنت لا تزال تقول أن نتسمى بمحمديين أولى من أن نتسمى بالسلفيين. نعم. طيب فإذا تسمينا بمحمديين زارت البغضة والخلاف وإلى آخره. نعم. إذن ليس أولى. فأين تذهبون؟ ما رأيكم بالأسماء؟ لا بدنا نحل هاي أول واحدة. هاي. لكن نحن بدنا هزيمة تكون مكشوفة مو مستورة ومخباية. نحن لا نعلم في الفقه أن يقال في شيء هذا أولى من هذا أن الذي هو أولى لا يجوز استعماله. أكذلك؟ إذا نسحب كلمة أولى ونرجع لدعوانا الأولى. صح؟ شو هي دعوانا الأولى؟ بلاش هذه الأسماء كلها. أنت كنت يوما ما من الإخوان المسلمين؟ أبدا. وأنا لا أحب الأسماء كلها. كويس. إلا اسم السلفيين. إلا اسم السلفيين. مدام أنا ماشي على الكتاب وأسن هذا يكفي. اصبر. أنت الآن ما تأخذني لأنه أنا قصدي توضيح المسألة. أنت مثلك الآن كمثل النكتة اللي بتعطاها بعض الأطفال بعضهم مع بعض بنكتوا على بعضهم حزيرات بيفاجئ الواحد الثاني بيقول له شو رأيك يا فلان قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ بيقول له لا رصاص.
مع انه الوزن ايش؟ واحد. انت هذا شو بتقول؟ انا كتاب وسنة. رجعت عن قضية محمديين، اعطي بالك. هاي رجعت عنها. هذه ثابتة، مسألة ثابتة، ان الكتاب والسنة هاي مسألة ثابتة. الله يهديك، عن محمديين عم اقول لك. انا عم اقول لك رجعت عن هذيك، وبدي اصل لك قصة ترجع عن كتاب وسنة. شايف شلون؟ الآن بدي وجه لك نفس السؤال السابق حتى تفهم حقيقة أنك أنت مثلك مثل قنطار من قطن أو قنطار من رصاص. اللي بقى شلون؟ أنت هلا إذا قلت أنا على الكتاب والسنة بيرضوا عندك الجماعتين؟ سؤال طبعا بالنسبة لي. والله ما لي داري سؤال والجواب. اللي ولا أنت بدك تجاوب؟ أنا بدي أجاوب. أنا سؤال الجواب لا. أنا بسألك. بس خير الكلام ما قالوا ذلك. اسمح لي. فهمت السؤال شو هو؟ نعم، إنه بالنسبة أنت الكتاب والسنة. وافقوك الجماعات الأخرى؟ لا. على بعض. مو بيوافقوك. بيرضوا عنك إذا قلت أنا بمشي على الكتاب والسنة وبس. بيرضوا عنك. أنا أعرض الأعمال. أجيب يا أخي الله يرضى عليك. أما إلا خير الكلام ما قال وزل. لأنه أنا كنت الساعة 9 وهي الجماعة شربوا شاي والآخرين بدنا ننصرف. هلا نحن متأخرين من أجلك. الله يبارك فيك. ومن أجل فائدتك. الله يبارك فيك. فقل لي الآن بيرضوا الجماعة أنك أنت تقول أنا على الكتاب والسنة ولا بتم بينظروا إليك شذرا؟ طبعا. ليش ما يرضوا مثلا؟ لا ولا قوة طبعا برضو. لك يا اخي انا بقول لك ليش ما بيرضوا؟ اما اقول لك بيرضوا ولا لا؟ قول بيرضوا، قول ما بيرضوا. طبعا بيرضوا. بيرضوا؟ طبعا. وانت عم تحكي عن عقيدة؟ طبعا انا عقيدة، تركتكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدها. الله يهديك. يا اخي عم نحكي عن الجماعة مو عنك انت. يا شيخ الله يهديك. انت الله يرضى عليك، عم اسألك الجماعة لما بتقول لهم انا ما بمشي الا على الكتاب والسنة، يعني خلونا نشرحها شوية الكلمة هي. لما انت بتقول على الكتاب والسنة، أليس يعني انا ما بتعصب لا لحنفي ولا لشافي ولا لمالكي ولا لحنبلي ولا لحزب من الاحزاب؟ أليس معنى هذا هو اللي؟ لا. طيب بيرضوا عنك اذا قلت لهم هيك؟ ما بيرضوا. لا بس نحن يا استاذ اعتبر اسمح لي. معليش طول بالك. ايوه خلي على راسه. والله مساله هاي محيره. لا وانا هلا في الوقت في الوقت يعني خذني بالهداوي. لا توصي حريص. شو بدك هلا؟ انت شايف عداوي ولا هداوي؟ انا من ذلك راح اقول لاخوه انه انت بعدين تسقط روايتك في علم الحديث. انا ساكت. ما ديك ساعه كنت عم تلقنه الملقن. ما انا بقول لك انا سكتت. طيب بس لا سكت بعد خراب البصره. شو الفايده؟ برجع بقول لك. شو اسمك انت؟ فرج. ها؟ فرج الافغاني. جاء الفرج ان شاء الله. بارك الله فيك. الاسماء هي تدل على المسميات صح؟ لا. طيب لو سمينا العسل خلا ما يصبح العسل خلا، وبالعكس إذا سمينا الخل عسلا ما يصبح الخل عسلا لمجرد التسمية. فإذا الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات. لما بيسموا دون الجماعة الخمر من المشروبات الروحية بقيت خمرة محرمة. لما بيسعوا الدانس والرقص وإلى آخره بيسموها الفنون الجميلة بقيت محرمة وهكذا إلى آخره. فالآن أنت ما أنت أول واحد دخلت إليه تسربت إليه هذه الشبهة، لكن هذه الشبهة
إما أن تكون من جماعة غير سلفيين بدك تتحملني، ها، لأني أنا لا أزال متمسك برأيي، وأرجو أن ستبين لك كالشمس في ربيع النهار أن هذا الرأي هو الصواب مثلما أنكم تنطقون. لكن هذا الرأي لجماعات لا تتبنى السلفية مذهبا. والآن أنا أقف معك قليلة لحظة، شو رأيك أنا إذا دعوت الناس إلى أن يتبنوا السلفية مذهبا؟ صحيح هذا؟ لا مو صحيح؟ أنا ما لا لا أنا مش مقتنع فيه. كويس، اللي مو صحيح نترك هذا إذا. طيب، مقتنع أنت بأنه ضرورة فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولا مش مقتنع؟ نعم مقتنع، أنا مقتنع أنه الكتاب لا تعيي، لا تعيي، الله يعين. اللي مقتنع ولا لا؟ مقتنع نعم. إيه بس أنت عديت تنتين، أنا عديت ثلاثة، حطي بالك في فرق بيني وبينك واحدة. أنت ما عديت إلا واحدة. اسمح لي، أنا بقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنت معنا في هذه أم في اثنتين فقط؟ أنا معك في اثنتين ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الأصل فيه، أنا هذا مقتنع يا اتفقنا. أنا مع الكتاب والسنة يا أخوان، الله يجزيكم خير. أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا أسوتي الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أسوتي لا الحنفي ولا الشافعي ولا أنا أخذ من علمه. لا 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 يأخذك الحماس، أنا بتحمس بعدين أكثر منك، خاصة أنا أشقر ألبانيا. بارك يا شيخ، والله هذه مسألة ما أرقيتني. أرجوك أرجوك ما بتخرج من المكان إلا وأنت معنا بإذن الله. إن شاء الله. إلا بإذن الله. إن شاء الله. شو إذن أنت تظن إذا دعونا الناس إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هي زايدة، وإنما كتاب السنة وبس، أكذلك؟ طيب، من الكتاب والسنة وما آتاكم الرسول فخذوه إلى آخره. طيب، آتانا الرسول بأحاديث منها، وأنا ما رح أعلمك الآن، لكن أنا مذكر لأنه ذكرى تنفع المؤمنين. فأنت حديث الفرق 73 طرق سمعك مرارا وتكرارا، وأظن أن هذا الحديث عندك صحيح، ما هو ضعيف؟ ظني صحيح؟ صحيح. إذن ظني ظن مؤمن يعني إن شاء الله، لأن ربنا بيقول عن المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن أنت تعتقد معنا أن هذا الحديث صحيح. كويس، في الحديث الصحيح يقول إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. تؤمن معنا بصحة هذا الحديث؟ لماذا ذكر، لماذا لم يقل الرسول كما قلت أنت، بل قلت أنا كما قال هو، ولا أقول قال هو حاشا أن أقول كما قلت أنا، لا، لكن أنت لماذا قلت خلاف ما قال الرسول؟ اسمح لي، أعوذ بالله، لكان أنت الآن في مزلقة خطيرة جدا لما تجي بتقول كتاب سنة وبس، وبتعرف أن الحديث صحيح بيقول ما أنا عليه، ما أنا عليه وأصحابي، إذا لغوا قوله وأصحابي؟ إذا مو لغو؟ لا هو مش لغو، كلام الرسول مو لغو بقلة. نعم فكرت الملغي يعني. يا أخي نعم. وأصحابي ليس لغوا من كلام الرسول. نعم. حاشا حاشا لله. كويس، فإذا هذول الأصحاب هم خلف ولا سلف؟ سلف. إذا نحن تبع لهم. نعم ولا؟ هذا صحيح وجميل كثير ممتاز، لكن تسمية كتسمية يعني ليش يعني هذول اخوان بسموا حالهم صوفيين؟ لا 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 تقفز، لا لا انا ما بقفز، لا قفز، انا بثبت لك بثبت لك سلفيين يعني انه لك يا اخي بثبت لك، برضى عليك تفضل بارك الله، قفزته
الآن أنت لك دعويين عطي بالك. نعم. دعوة تبعتها دعوة. الدعوة الأولى كانت تتعلق بالاسم. صح؟ نعم. الدعوة الثانية تعلقت بالمنهج عطي بالك. وهي الدعوة الأخيرة أنه أنت مذهبك كتاب وسنة. نحن كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. شايف؟ فأنت الآن قفزت. لما وضح لك بالحديث اللي نحن مشتركين في الإيمان به وضح لك أنه هذول سلفنا هن الصحابة. رجعت لدعواك الأولى وهي ليش نتصنى بالسلفيين. خليك هلا بالدعوة الثانية. شلون ساوينا بالأول؟ حررنا نقطة كانت خلافية بيننا وبينك وقفزنا بعدين لموضوع قضية التسمية هذه منيحة ولا مش منيحة. شو هي النقطة الأولى اللي حررناها؟ قضية المحمدي. قلت أنت بدل سلفي محمدي. مشينا هيك خطوة خطوة. بذكرك أنا حتى ما نقفز في الموضوع. اتفقنا أخيرا حسب ما قلت أنت أنه حتى محمدي ما هو أولى. صح؟ إذن كتاب وسنة. سألناك بيرضيهم هذا الشيء؟ ما بيرضيهم. يجينا نقول لك نحن منهج كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. قلت لا كتاب وسنة. جبنا لك الحديث وإذا الحديث بيذكر معي أنا وأصحابي. إذا اتفقنا أن ذكره لأصحابه ليس عبثا حاشاه. إذا في شيء ثالث أنت كنت غافل عنه في كتاب السنة وصحابة. متفقنا على هذول الثلاثة. رجعنا نسألك بقى هذول الصحابة سلف ولا خلاف؟ سلف. عرفت أنت إنه سلف. هربت بقى قفزت. شو ليش قفزت؟ للتسمية. أنا بقفز معك يمكن كن قفاز على عجري وبجري يعني. يمكن أنا طول بالك شوي. يمكن أنا بيطلع بيدي أقفز معك أكثر يعني. لكن ما بحب القفز. اسمح لي. الآن نحن اتفقنا أنه في ثلاث أشياء كتاب وسنة ومنهج. اتفقنا؟ لا. شو المنهج؟ منهج الصحابي. ماشي؟ لا. ولا أنت في رأي؟ ماشي. كويس. قفزتك كانت بقى للمسألة الأولى وهي التسمية. يعني نحن الآن استفدنا فائدة كبرى. كان في وهمك أنه ما بيجوز الإنسان يعتقد أنه في ثلاث أشياء وإنما شيئين كتاب وسنة. ونحن معك في هذا. لكن ما كنت معنا بأن هناك شيء ثالث. وظهر لك الآن أنه في شيء ثالث. لا. إن كان عندك شك أو ريب في هذا الشيء الثالث ما نخرج عنه ترى حتى ننتهي منه. لا ان شاء الله انا ما عندي ريب في هذا الحكي ابدا لان الحديث واضح وصريح. لكن في لا 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 ما في لكن. لا لا في يعني ما في لكن. الله يهديك. انا عم اسالك هي خلصنا منها الثالثه. الثالثه تتعلق بالثانيه تبعك. الثانيه تبعك هو الكتاب والسنه وبس. الاولى شو كانت؟ التسميه. صح؟ نعم. فهي الثالثة اتفقنا فيها. يعني الثاني تبعك طاحت. صح؟ صح. في عندك شيء حول النقطة هاي قبل ما اسمع يا أخي؟ مو على كيفك الحكي. حكي منظم. منظم إن شاء الله. حول هالمسألة هاي. لا ما في عندي. هذا هو. شو بدك تحكي؟ أنا بدي أحكي هلا. أنا بدي أرجع للأولى. بس قبل ما أرجع للأولى حتى ما حجر عليك وحتى تكون عند حسن ظنك كما قلت آنفا أنه يعني تكون طويل بال معنا. أنا بإذن الله هذا من فضل ربي. لكن ما بريد انتقل المسألة الأولى حتى نختم الثاني وهي الصحابة شيء ثالث يضم إلى الأول والثاني. انتهينا؟ انتهينا. نرجع للإسم؟ نعم. الآن إذا قلنا للناس يا جماعة لا يكفي أن تقولوا نحن معكم على الكتاب والسنة.
لا يكفي هذا، لازم تكون معنا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة. شو رأيك؟ دعوتنا هي صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة. يرضونها منا؟ بصراحة ما حاولتش يعني حتى أسأل. طيب ربك شو بيقول؟ فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن نعتقد أن هؤلاء المتمذهبون وهؤلاء المتحزبون لا يرضون بديلا عن حزبهم، كما لا يرضى أولئك المتمذهبون بديلا عن مذهبهم. لا يرضون لا بكتاب ولا بسنة حاف. تعرف حاف يعني بغير إدام. شو الإدام؟ الصحابة. ما بيرضوا في الكتاب والسنة حاف، فضلا أن يرضوا كتاب وسنة وإدام معه، لأن هذا كله غير مهضوم عندهم. شايف؟ حينئذ يبقى أنت دندنتك حول الاسم حرب في الهواء، لأنه هن مش موافقين معك في المعنى. فخلينا نتفق معهم، أو هن بالأحرى يتفقوا معنا في المعنى، بعدين بنقول لهم يا أخي نتفق معهم معكم بالاسم. الاسم كما يقال عند الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح. تعرف هذه الكلمة يمكن؟ والله أول مرة أسمع. الشاهد الآن، فنحن الآن تبين لنا أن المسلم، يمكن أنا أخطأت لما قلت يعني تبين، لازم نكون دقيقين شوي أكثر، ظهر لنا، لأنه تبين له كلام في نفسي طويل وطويل جدا، وهو سيأتي إن شاء الله ما في مناسبة أخرى، وما أدري ماذا أقول الآن. ظهر الآن بأنه اتباع الصحابة مع الكتاب والسنة هو من السنة، صح؟ طيب، يمكن أنا شايف حالي مضطر، يعني أنت عم تجرني جر، يعني أنه إجي اشرح لك شرح. شايف؟ إحنا كنا نستفيد. شوف يا أخي، أنت الحديث عم يقول لك المسلمين بدهم يتفرقوا 73 فرقة، واضح؟ نعم. الآن على طريقتي أنا، خليك معي لأنه في النهاية الفائدة راح تكون لك وللسامعين طبعا، وهي سين وجيم، حتى ما ندخل في متاهات وضياع. سين وجيم 73 فرقة هي فرق إسلامية. هل علمت فرقة منها تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة؟ سين جيم، ها؟ ها؟ إذن كلهم يقولون نحن الكتاب بس. فأنت منهم إذن؟ أنا لا، أنا إن شاء الله بكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أعرض أعمالي، فإن وافق الكتاب والسنة. ليش ما عم تسمع مني نصيحتي يا فرج؟ ليش ما عم تسمع مني نصيحتي؟ ما قلت لك خير كلام ما قال ودل. فهناك 73 فرقة، سألتك فيهم فرقة بيقولوا إلا نحن على الكتاب والسنة؟ قلت لا يوجد، كلهم يقولون هكذا، صح؟ فقلت أنت منهم. ليش ما بتقول نعم أنا منهم؟ أنا منهم أصحابي. يعني ما بدك خليني انا جيبك على رجليك؟ ريحني، جزاك الله خير. عرفت بقى حقيقة الامر؟ كل الفرق الاسلامية يقولون على الكتاب والسنة، فالحكم الفصل بيننا وبينهم هو الضميمة هي التي جاء بها الرسول عليه السلام، ولا يهتم لها لا أخوان مسلمين، لا حزب تحرير، لا جماعة تبليغ، ولا كل هالطوائف الموجودة في الساحة الإسلامية اليوم. ولذلك حذاري أن يوسوس إليك أحد من أولئك الناس غيرك، بيقول أنه هو الذي سماكم مسلمين، وهذه حجة في القرآن الكريم. فجوابنا نعم، هو سمانا
من المسلمين، لكن هات المسلمين اللي بيتفقوا معنا على ايش؟ الكتاب والسنة. فأنا قلت لبعضهم منذ يمكن 30 سنة وهو من أخوة مسلمين، أنت لا تريدنا أن نقول نحن سلفيون، حب أنه نحن وافقنا معك، شو بتريد نقول؟ قال مثل ما قربنا مسلمين وبس. طيب أنتوا ليش ما بتطبقوا نفس الطلب اللي تطلبوا منا؟ تنازلوا أنتوا قبل منا عن كلمة إخوان مسلمين، لنتنازل جدلا، نحن ما نتنازل، لأنه هني إذا تنازلوا بتنازلوا عن حزبيتهم، نحن إذا تنازلنا عن مذهبنا، لا نستطيع أن نعيش بلا بدونه أبدا، فشتان بين الأمرين. فتنازلوا أنتوا عن هذه الانتسابات لأشخاص، لجماعات غير معصومة، انتبه الآن، بينما نحن ننتسب إلى العصمة، إلى العصمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا الآن يرد نفس الكلام أو نفس السؤال الذي وجهته إليك، لماذا ذكر الرسول الصحابة معه؟ هنا يقال لماذا ذكر الرسول المسلمين؟ كان يكفي يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ في فائدة، في حكمة بالغة جدا. سبيل المؤمنين هو الذي يوضح لنا معنى الكتاب ومعنى السنة، وإلا فتحنا بابا للبدع والضلالة. من أين جاءت هذه الفرق كلها يا أستاذ؟ الفرق كلها جاءت من ركوب كل فرقة رأسها أنا أفهم من الآية كذا، وأفهم من الحديث كذا، والتاريخ يعيد نفسه في هذا العصر تماما. تجد هذا الغزالي وغيره الفهمي الويدي وأمثال بيقول لك نحن نفهم كذا وهم لا يفهمون شيئا. لماذا؟ لأنهم تركوا المنهج الذي هو صيانة لأن يميل الإنسان يمينا أو يسارا. لذلك ختاما أقول: تذكر الضميمة التي ذكرها الرسول في هذا الحديث وفي غيره أحاديث كثيرة وأصحابي، والضميم التي ذكرها قبل ذلك ربنا في الآية الكريمة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا حذاري أن تظن أنك أنت وأعلم منك، أعلم منك لا يستطيع أن يستقل ويدعي أنه نحن على الكتاب والسنة وبس. لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كما نادي مثل ذيك، وهكذا تتجاوب الأحاديث بعضها مع بعض وتتفق مع قوله تعالى: سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هم أول ما ينصرف هذا الوصف على الصحابة الأولين. وإذا عرفت هذه الحقيقة فهم على رأس القرون الثلاثة بلا شك الصحابة، ثم يأتي بعضهم القرن الثاني وقرن الثالث، ودون خير القرون كما تعلم أيضا في الحديث الصحيح. الآن وأرجو أن يكون نهاية الكلام، إذا كان أصحاب الرسول سلفا لنا، ترى رسولنا ليس سلفا لنا؟ قل صراحة. إذن فنحن نتبع السلف، على رأسهم محمد عليه السلام، من إيش خايفة أنت؟ سبحانك اللهم. الله يحفظكم وفي خنبار زي ما كل عباية في برد في برد سؤال شوي ما وصلتنا يا شيخ نجيب لك بكرة.